الالتزام على هذا اليوم على الوقفه. من نهار 12 اخويا في شهر 9 وحنا مريحين سادين لنا محالتنا. شوف شوف هادشي اللي وقع علينا. واحد اخويا جا طيح الدار ديالو هنايا بغى يدير لاكاب. كنا كنحبسو باش ما يديرش لاكاب. كيجيو اخويا السلطات تيقولوا لك لا حنا عارفين اش كنديروا. كيخليو يخدم. حنا كنحبسوهم يوميا اخويا كنحبسوهم. دابا اخويا شوف فاش تسبب لينا تسبب في عائلات اخويا تشردوا. عائلات هما انت كتشوف فيهم اخويا فين كيباتوا. المحلات اخويا مسدودين. خويا ما حنا عندنا مسؤوليه، عندنا وليدات، باش غادي نعيشوهم؟ باش غادي راش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اخويا راه حنا مضرورين، المحلات اخويا مسدودين، كلشي اخويا كلشي واقف. ما داروا معنا حتى شي حل ما داروا معنا. هذاك الشيء اللي كنشوفوه اليوم كنشوفوه الغد ليه. راه بزاف ديال العائلات اخويا، راه ثلاثه اربعه خمسه ديور اخويا، خمسه ديور والمحلات مسدودين، خمسه ديور. هادشي اخويا كنا دايرين بحسابه، لان هادشي عرفناه غادي يوقع. ملي كنا كنحبسوه باش ما يديرش لاكاب، وهنا لاكاب اخويا ممنوع، هنا لاكاب ممنوع هنايا. كنحبسوه تيجيو السلطات تيقول لك اسيدي حنا، تيجيو الشرطه الاداريه، رئيس الجماعه، القيد، المقدم، تيقول لك اسيدي حنا عارفين اش كنديروا، ما فين وصلونا. انا اللي تنهضر معاك، انا ضاعت اخويا، انا دمرت، ما كاينش اللي يديها فيا. انا لا خدمه دابا، القرايه ديال البنيه، المدام، الوراق ديالي كلهم هما باقيين تحت التراب. تنقول لهم العار جبدوا لي حوايجي. انا ما نطالب والو، ما بقيت مطالب والو اخويا، بقيت مطالب والو، ما طالب لا 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 سكن لا والو. عطاني حوايجي والساعه راه باقي تشوف الايواء. دابا مده شهر تقريبا باقي الايواء في الزنقه، ما كاينش اللي جا دار معاك، ما كاينش اللي جا نفس عليك شويه الداش. احنا راه دابا ولا خاصني انايا طبيب نفساني يشوف الحاله الوضعيه. تدهورت اخويا، تدهورت، ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نمشي اخويا، وما كاينش لي الشهر هذا. اقسم بالله العلي العظيم لا زيرو درهم خرج من الدار هذه. اما مهدوم لي كلشي، ورقيه واتات ديالي، رزق المستقبل ديالي كاين تماك. بغيت نصوب ورقه البارح في مقاطعه ديال شهاده الحياه، قالوا لي جيب لاكارت. اودي راه ما عندي حتى ورقه، كلشي مردوم. اودي كي غندير مع هاد الناس؟ ورقه، ابسط ورقه في مقاطعه ديال شهاده الحياه. واش انا ماشي مواطن؟ واش انا عباد الله ميت وحي في نفس الوقت؟ عيب، عيب وعار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا من جهتنا الله يرحم لكم الوالدين، وكاينين عائلات حتى تشوف الصوره راه حداك. هاك عائلات راه كاينين شي سبعة عائلات هنايا، وزيد دابا هما غيريبوا شي ست ديور تقريبا. هو درب ماشي عائله. اللهم انا هذا منكر. شتي انا تمنيت كنت تردمات عليا الدار، وهذا اللي تيهضر معاك هذا العبد هو اللي كان في الدار اللي رابت، هو اللي كان في الدار هو وبنته ومرته والاخت ديالو، هو اللي كان بوحدهم كانوا في بروميان ومن غير النكازه ديال النجاره اللي كانت تحت. ونجيت باعجوبه انا وياهم، وحق لا اله الا الله، ما كاينش اللي دا فيك، ما كاينش اللي قال لك على سناتك، ما كاينش بزاف الحوايج اخويا. انا الساعات نشوفها بعينيا، ما كاينش اللي عطاك حتى كاس ديال الماء. دابا شهر مده شهر وانا في الزنقه، ما كاينش، وما ترضاش اخويا تمد يدك. وعايشين بالاراده الالهيه، والله اللي نجانا من طولنا العمر، راه الرزق باقي بيد الله. انا ماشي تنترجاهم يجيو عطيوني الاتات ديالي، عطيوني اوراقيه انا قاد نمشي نكري ونمشي ندير المستقبل ديالي من جديد. انا دابا تنهضر معاك راه صفحه جديده، راه خرجت ازيرو من هاد الفاجعه هذه. ازيرو غنبدا بحال الله نتزوج، وبحال الله غنخدم، وبحال الله بزاف د الحوايج اخويا. الله يرحم يوم الوالدين، نضبط، نتمنى من السلطات المعنيه يشوفوا من جهتنا. الله يرحمكم الوالدين، جبدوا لي ديالي، جبدوا لي ديالي. واحد مواطن مغربي تيهضر معاكم وفي نفس الوقت ضايع. الله يرحم لكم الوالدين. أم عمري عشت في هذا الشيء، وعشت مع الوالدة، عشت هنا 60 عام، ما عمر شي واحد شافنا في الزنقة، ما عمر وصلنا للدرجة والشارع اللي ولينا عبرة، اللي جات تشوف فينا ونعسو، والطريق تدي وتجيب رموكات كذا بزاف، قد تقطع شي واحد فراني ضربنا ما نصور والو، حشومات.